فتحي. والخبر ده انتشر كتير قوي خلال الساعات الاخيره بالامس، وكل اللي كان بيتكلم على حمدي فتحي جاي له عرض من جلطة سراي. برضو الجزء اللي انا مش قادر افهمه هو ايه فكره ان جلطة سراي مش عايز يجيب حد في لاعب خط الوسط الا من الاهلي. يعني اليو ديانج قعدنا 6 شهور بنتكلم فيها، خلاص بقى اليو ديانج كارت، يعني خلاص بقى الموضوع بقى كتير، فخلاص مش هينفع نقول اليو ديانج. حمدي فتحي، جلطة سراي لو عايز يجيب لعيبه اكيد لعيبه تانيه من انديه تانيه، مفيش غير الاهلي، مفيش غير المركز ده اللي من الاهلي. يعني انا متوقع بعد شهر هيقول لك بقى عمرو السوليه، ولو اكرم توفيق ساب الباك رايت ولاعب وسط مدافع هيقول لك جلطة سراي بيفكر في اكرم توفيق. خبر عاري تماما من الصحه، ومفيش اي نقاش ولا خطاب رسمي بخصوص حمدي فتحي. طيب دي كانت اخبار ترند الاهلي، واللي للاسف 90% كل يوم بننفيها، والايام بتثبت لكم ان معظم الاخبار بتبقى غير صحيحه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض.